لدى استقبال سموه لعدد من كبار المسؤولين ورجال الصحافة والأعمال والاقتصاد والنخب الفكرية والثقافية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ستظل بعون الله عزيزة شامخة لا يشغلها شاغل عن المضي في طريق التنمية والازدهار لخير كل البحرينيين. واستذكر سموه بكل الاعتزاز الوقفات المشرفة لشعب البحرين في الدفاع عن وطنه قائلا سموه: إن هذا الشعب بشجاعته ومواقفه الوطنية استطاع بقيادة جلالة الملك وبتعاون الحكومة إفشال كل محاولات الغدر التي أرادت النيل من وحدة الوطن وأمنه واستقراره. وأضاف سموه: علينا أن نتذكر ما جرى من أحداث تجاوزتها البحرين بفضل من الله تعالى وبوقفة شعب البحرين، وعلينا أن نكون أكثر وعيا بكل ما يدور من حولنا، ويقف أبناء الوطن بالمرصاد لكل من يريد الغدر بأمن البحرين أو يحاول التعرض لها بأي سوء. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من كبار المسؤولين ورجال الصحافة والأعمال والاقتصاد والنخب الفكرية والثقافية وعددا من النواب، حيث تطرق سموه معهم إلى الحديث عن العديد من قضايا الشأن العام. وخلال اللقاء شدد سموه على أهمية الوقوف صفا واحدا في التصدي لكل من يحاول أن يعمل على نشر الكراهية والانقسام بين أبناء المجتمع البحريني الواحد، ويشكل الجميع سياجا في مجابهة حملات التشويه للإنجازات التي حققتها مملكة البحرين. وجدد سموه التحذير من خطورة الآثار السلبية المترتبة على الاستخدام السيء لمواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتسخيرها للإساءة وإثارة الشكوك في النفوس، مشددا سموه على أن هذا الأمر يجب أن يتوقف غيرة على الوطن والمواطنين، متوجها سموه بالشكر لكل من تفاعل مع الموضوع من كتاب وإعلاميين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي. وقال سموه: علينا أن نبتعد عن كل ما يعكر صفو المجتمع ولا ننشغل بأمور لا تفيدنا أو تنفعنا لكنها تشغلنا عن المضي قدما في تحقيق كل ما هو أساسي وضروري لخدمة المواطنين. وأكد سموه على أهمية التمسك بوحدة الكلمة والتعاون في بناء الوطن وتنميته، وأن نشجع كل من يعمل باجتهاد من أجل رفعة البحرين وتقدمها، مشددا سموه على أن كل من يحاول إدخال الوطن في دوامة الفرقة والتشرذم لن ينجح ومآله الفشل وسوف يتصدى له كل شعب البحرين. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لأعضاء مجلسي النواب والشورى على ما يبدونه من تعاون مع السلطة التنفيذية وحرصهم على سيادة روح التفاهم في كل ما من شأنه تحقيق تطلعات المواطنين. وأشاد سموه بدور رجال الصحافة والإعلام وكتاب الأعمدة وتفاعلهم مع كل قضايا الشأن العام في إطار من المسؤولية الوطنية من خلال ما يطرحونه من كتابات وأفكار تتميز بالوعي والفكر المستنير. وخاطبهم سموه قائلا: مواقفكم مشهودة ومشكورة لأنها تخدم الرأي العام، وأننا نتابع كل ما يكتب ونقدر ما تقدمونه من آراء تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وروح الأسرة الواحدة بين مختلف أبناء المجتمع. وأثنى سموه على المرأة البحرينية وما تتميز به من صفات المثابرة والتحصيل العلمي وما حققته من إنجازات استطاعت خلالها أن تكون نموذجا يدعو إلى الفخر والاعتزاز.